السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. عمر وهنا. هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله. سوف نمرح معا. عمر وهنا. هاي فارس ابدأ ببسم الله. نحب رياضة فهي ممتعة. كرة المضرب والريشة. لنلعب جميعا معا ونحافظ على صحتنا. هيا ها. ها هون عليك يا فارس. هاي فارس ما الأمر؟ ضرب البالون صعب جدا. لما لا تواصل المحاولة ولا تنسى أن تبدأ ببسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. وبمجرد قولها خذ نفسا هكذا. وسنشعر بالسلام إن شاء الله. حقاً آنسة ليلى، نريد أن نجرب. جيد، تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. هيا. واو نجاح. ياي الحمد لله. حسناً يا أطفال، لدي ألعاب ممتعة لكم جميعاً. من يريد اللعب؟ أنا. اللعبة الأولى تسمى لا تسقط الطوق. عمر هيا. حسناً، لكن قبل البدء علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. استعداد؟ انطلاق. هيا. لقد أبليتم بلاءً حسناً في اللعبة الأولى. اللعبة الثانية تسمى ارمي وأمسك. واو عمر سأكون الممسك. حسناً أكيد. أنا جاهزاً يا عمر، هيا أحضر الكرة. مهلاً يا فارس، قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. مستعد؟ مستعد. خذ. ها إنها عالية جدا. واو 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 واو. ياي الحمد لله. حسناً يا أطفال، حان وقت اللعبة الأخيرة. الجميع مستعد؟ نعم. لعبتنا الأخيرة اليوم تسمى التوازن على العارضة بكرة الطاولة. واو عمر، أيمكنني اللعب أولاً؟ بالطبع، لكن قبل البدء علينا أن نقول ها؟ فارس أو.
لن أنجح في العبور. فارس، أتذكر ماذا قالت الآنسة ليلى؟ ها؟ جيد، تذكرا. قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أنا أحب التحدي، اهدأ وإلا سوف تقع. ادعو ليساعدك الله، الأمر بسيط إن شاء الله. آه واو، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس، ها؟ نجحت يا صديقي. واو، أحسنت فارس. ها؟ ياي. الحمد لله. شكرا عمار. من الآن فصاعداً سأتذكر دائماً أن أقول بسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. السلام عليكم. حين نقول بسم الله إن شاء الله يسهل كل شيء. الحمد لله. عمر وهنا، نحب أمي وأبي. الحمد لله، طعام لذيذ. أمي، أبي، هيا نلعب. لا 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 لا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. ستبقيان في قلبينا دائما وأبدا. شكرا على محبتكما دائما وأبدا. عمر وهنا أحبكما دائما وأبدا. عمر وهنا أحبكما دائما وأبدا. ستبقيان في قلبينا دائما وأبدا. شكرا على محبتكما دائما وأبدا. أمي ساعدينا، هناك ديناصور مخيف. ها؟ واو واو واو. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. ندعو أن يحب الله عمر وهنا وأمي وأبي. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. الحمد لله دائما وأبدا. نراكم لاحقا. السلام عليكم. ماذا تصنعان؟ مفاجأة لوالديك. أحب أن أزين. انظري ماذا صنعت، كل شيء رائع. إن شاء الله سنحتفل. مرحى، اليوم يوم أبي المميز. لنحاول أن نجعل عيد ميلاده مميزا. مرحى. الحمد لله، الكعكة جاهزة. واو، أبي سيحبها صحيح؟ ها ها ها، بالطبع سيحبها. إن شاء الله. ها ها، نسيت وضع الفاكهة على الكعكة. والدكما يحب الفاكهة. يا إلهي. الله أكبر، الكعكة، الكعكة، الكعكة. آه،
ماذا سنفعل؟ نفدت المكونات. لا تحزني يا أمي، كلانا هنا من أجلك، يمكننا مساعدتك لنخبز كعكة أخرى. شكرا لكما على الرحب والسعة. أمي، ماذا ستفعلين بهذا؟ أحاول صنع كعكة أخرى، لكن لا مكونات لدينا، فقط هذا وبعض الفاكهة. الفاكهة؟ ماذا لو أخذنا البطيخة وقطعناها على شكل كعكة؟ ستصبح لدينا كعكة بطيخ. أمي، ما رأيك أن نصنع كعكة بطيخ؟ كعكة بطيخ؟ سنقطع الفاكهة على شكل كعكة. واو، فكرة رائعة، شكراً يا عمر. على الرحب والسعة. ماذا؟ أولاً نقطع الفاكهة سب 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 سب، ثانياً نكدسها هكذا، ثالثاً نرتبها، نقطعها نكدسها نرتبها. واو. أتعرفين أمي، المزيد من الفاكهة سيجعلها أفضل. مزيد من الفاكهة؟ إذن لنقطف بعض الفاكهة من الحديقة. ياي، قطفت بعض ثمار المانجا، ها هي. وأنا أقطف التوت. سنقطف من هنا وهناك، نحمد الله على الفاكهة. لنزين، لنضف القلوب والنجوم. القلوب والنجوم. المزيد من القلوب، المزيد من النجوم. ياه. أمي، انظري انظري، الكعكة جاهزة. واو، صنعتما كعكة جميلة. السلام عليكم. عمر وهنا، نظف المكان بسرعة. حسنا. أسرع أسرع أسرع. لا، والدكما قد عاد. مرحبا. مفاجأة، عيد ميلاد سعيد أبي. واو، بسم الله. يا إلهي، كعكة الفاكهة لذيذة جدا. حصلت على بطاقة عيد ميلاد وزينة جميلة. من فعل هذا كله؟ شكرا لكم، أحبكم جميعا. هيا لندعو دعاء لعائلتنا. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. آمين. السلام عليكم أصدقائي، هل تعرفون أن علينا معاملة والدينا بلطف؟ صحيح، حينها سنكون عائلة سعيدة. الحمد لله. عمر وهنا، ألف باء تاء. عمر، أمي، ماذا تفعلان؟ أكتب الحروف العربية. أعرف أعرف، هذا حرف التاء، صحيح؟ إنه حرف الباء. لنغني أغنية ألف باء تاء. ياي. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، دال ذال راء زين سين شين
صدام. طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. غنوا معنا جميعا لنتعلم ألف باء تاء. نغني ونتعلم ثم نقرأ. الحمد لله، أحسنت يا هنا. هيا لنغني معا. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زين سين شين صاد ضاء. طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. سأعطيك وجبة خفيفة. وقت النزهة. أنا متحمسة للذهاب إلى الشاطئ. الحمد لله. سأبني قلعة رملية كبيرة وأريد أن أسبح. أريد أن آكل البوظة. البوظة يم يم يم. أمي. وعليكم السلام. نعم سيدي. أوه الآن؟ لكن سآخذ عائلة. حسنا بالطبع سآتي حالا. أنا آسف جدا، استدعيت إلى العمل. أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقاً؟ ها؟ ها؟ أمي، أريد أن أذهب إلى الشاطئ. أها، سنذهب في نزهة على أي حال. لكن لا يوجد شاطئ، أين سنلعب؟ أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضاً. حقاً يا أمي؟ نعم، تعاليا لتريا. ترى. لكن يا أمي، أريد قلعة كبيرة. لكن لدينا قلعة كبيرة. واو. مرحباً، أنا الملكة الأم. واو. أهلاً بكما في قلعتي. دوري دوري، أنا فارس شجاع. السيد عمر سيحمي الجميع. ها واو. ها ها. هاي، والآن شاهداني أس. أريد الذهاب إلى الشاطئ. أريد أن أسبح. هنا، انظري إلى هذا. أمواج. واو، أيمكنني السباحة؟ انطلقي. ياي. ما الأمر يا هنا؟ أريد أن أسبح سباحة حقيقية. هنا، لا يمكنك السباحة، لكن لنعد النعمة التي لدينا. انظري على ما تحمدين الله. لعبي؟ الحمد لله، لديك ألعاب جميلة كثيرة. بعض الأطفال ليس لديهم الكثير، لا ألعاب ولا شيء يتباهون به، لكنهم سعداء بفضل محبة الله، لذا علينا أن نقول الحمد لله.
الحمد لله. أوه صحيح، لدي ألعاب كثيرة. الحمد لله. لدي مفاجأة، أتريدان رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ ترى بركة. لدينا بركة، الحمد لله، نسبح ونلعب، الحمد لله، نحن جميعا سعداء، الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. واو، ألستما سعيدين؟ بالطبع، شكراً يا أمي. بنيت لنا قلعة كبيرة وملأت البركة لنا، الحمد لله. لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة. أها، انتظر هنا يا عمر. تدا، بوضة لك يا عمر. ها؟ واو، شكراً يا هنا. يم يم يم، لذيذة جداً. السلام عليكم، لقد عدت. ها أبي. مرحبا. واو، نزهة في حديقتنا، أليست ممتعة؟ طبعا، وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة. بوضة، شكرا يا أبي. العفو، لنأكل معا. حسنا. أوه، سامحوني جميعاً. ثانيةً، حصلت على تذاكر مجانية لمدينة الملاهي. لنقل جميعاً الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون أننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا؟ لذا لنقل الحمد لله كطريقة لنحمد بها الله. عمر وهنا، الحمد لله. الفطور جاهز. ياي. لنقل الحمد لله. الحمد لله، ماذا تعني يا أبي؟ الحمد لله تعني الثناء على الله والشكر له. لنقل جميعاً الحمد لله، حين أكل أقول الحمد لله، أنهي طعامي فأقول الحمد لله. لنقل جميعاً الحمد لله، الحمد لله. نحن ذاهبان. حسناً، استمتعا. مرحباً أصدقائي، نحن ذاهبان إلى المدرسة. لنذهب معاً. لنذهب. نذهب إلى المدرسة، الحمد لله، نلتقي بأصدقائنا، الحمد لله، نلعب سوياً، الحمد لله. تصبح على خير أبي. أحب أمي، الحمد لله، وأحب أبي، الحمد لله. نحب عائلتنا، الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.